والأحزاب السياسية في الجزائر تعرف أو تمر بمراحل صعبة جدا بالنظر لظروف تاريخية وما أفرزه الحراك وأزمة كورونا، فيه تراجع في أداء هذه الأحزاب السياسية. مؤخرا وقفنا على رغبة العديد من الأحزاب في تطوير نشاطها وفي تصحيح أخطائها من أجل العودة إلى النشاط السياسي وتفادي النشاط المناسبات الذي أثر على سمعتها وعلى مكانتها في المجتمع الجزائري. وبالتالي هذه الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة ستكون محطة مهمة لقياس نوايا هذه الأحزاب في إحداث التغييرات والإصلاحات الداخلية والاعتماد على التكوين والتنشئة السياسية من أجل تبوء منصبها الذي يكفله القانون والدستور وتعزيز الممارسة الديمقراطية والمعارضة وفرض رقابة على الأداء الحكومي و زيادة يعني نوعية النشاط على مستوى البرلمان والمجالس المنتخبة المحلية.